في إطار مبادرات العمل الخيري والإغاثي والإنساني وتحقيق التلاحم بين أفراد المجتمع وبسواعد مجموعة من الشباب المتطوعين غير المنتمين لأي جهة حزبية أو سياسية، يجري بناء مجمع أحباب الله في قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى بهدف إيواء الأيتام في 25 دارا. مجمع أحباب الله مساحة البيت 100 متر بغرف نوم، غرفة نوم والمطبخ والهول والاستقبال، والأرضية سيراميك كاشي، والشبابيش بلاستيك، وداخل داخل الحوش درج خارجي، وقدام البيت إن شاء الله راح نسوي حدائق إن شاء الله، كلش حلوة والترتيب. يؤكد القائمون على المشروع أن المجمع يبنى بسواعد الخيرين وتبرعات المواطنين داخل وخارج قضاء خانقين. عن بداية الفكرة بدينا بناء بيتين بمنطقة باختياري للعوائل أيتام اثنين. من شفنا تبرعات العالم وثقة العالم بينا، فحبينا المشروع نكبره نسوي مجمع. فأول شيء اختارينا الأرض، بعدين اختارينا الاسم. طبعا أي شيء عنوان مالته اللي تشتغل جوا عنوان مالته مهم جدا للإنسان. يعني هسه احنا هذا المجمع ده نشتغل تحت الشعار مجمع أحباب الله للأيتام والفقراء. ويترقب أهالي خانقين استكمال بناء بقية المجمع الذي سيوفر خدمات جليلة للأيتام والفقراء ويخفف عنهم الكثير من الأعباء المادية. على توزيع بيوت مجمع أحباب الله يعني نمشي عليها أكو شروط، من ضمن هاي الشروط اللي عنده مثل أطفال أكثر بنات يكون له أفضلية، اللي عنده أمراض مزمنة، اللي معوق، اللي عنده مثل أطفال أقل مثل ولد يصير يعني مو هذاك الأكثرية، مو مثل اللي عنده بنات أكثر. يتواصل العمل في مجمع أحباب الله على قدم وساق ليكون فاتحة خير تخفف الحمل عن كاهل الفقراء والأيتام الذين ليس لديهم معيل يكفلهم أو مسكن يحميهم من برد الشتاء القادم.